كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. وتشهد مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر والدول المختلفة لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتنسق جمعية الهلال الأحمر المصري وصول هذه الشاحنات بالتعاون مع نظيرتها الفلسطينية عبر معبر رفح البري.